It is not coming home, it is coming Rome. بعد ملحمة تاريخية إيطاليا بتعملها ضد إنجلترا في إنجلترا على ملعب ويمبلي في استاد متقفل بجماهير إنجلترا، إيطاليا بتقدر تنتصر على إنجلترا وتاخد اليورو من قلب إنجلترا في مباراة ساوث جيت ألف فيها كتير قوي، والناحية التانية مانشيني حاول يفكر ويتكتك لحد ما وصل لهدفه وخد البطولة في الآخر. بطولة كانت شيقة، بطولة فيها كتير نتكلم النهارده عن النهائي ما بين إيطاليا وانجلترا. معاكم مصطفى، دي حلقه جديده من قهوه اليورو، ويلا بينا نخش بالحلقه. حطيني رقم واحد في القصير. النهارده في بدايه اللقاء ساوث جيت بادئ المباراه بفكر معين، بادئ ان عارف ان مشكله ايطاليا في الوقت الحالي هي الاطراف، سواء ناحيه اميرسون او ناحيه دي لورينزو. فبدا باللي هو 3 ورا زي ما بدا في مباراه المانيا في دور 16، بدا برده بالثلاثه ورا، وابتدى اللي هو يطير الباكات بتاعته ضد المانيا عشان يحاول يضغط على الاطراف بتاعه الفريق، وده اللي عمله النهارده برده. لعب 3 ورا، ماجواير وستونز ووكر، لعب 2 اطراف، لعب تريبير، وناحيه شمال لعب بلوك شو، والثنائي نص الملعب هو رايس وفيليبس قدام كين وستيرلينج. ولعب النهارده بماونت كوينج، واقول لك ليه لعب ماونت مش سانشو او ساكا او راشفورد او كل دول. الناحيه الثانيه مانشيني بدا بالتشكيل بتاعه اللي بدا بيه على طول 4-3-3، كليني، بنوتشي، دورينزو، ايميرسون، ثلاثي نص ملعب جورجينيو، فيراتي وباريلا، وقدام الثلاثي معروف ايموبلي وانسيني وكييزا النهارده، كما زي ما عمل الماتشات اللي فاتت بدا برده بكييزا. ليه ايطاليا او ليه انجلترا ابتدى من اول تقريبا 5 دقايق وهو بيدافع؟ لان ايطاليا قدرت تدي انجلترا هديه، ودولاسا جيري جون في اول 3 دقايق. في اول 3 دقايق سرحان كبير جدا من مدافعين ايطاليا، دولورينزو بيغطي تغطيه عكسيه سيئه جدا جدا جدا، بتيجي من تريبيير اللي بيخش منطقه الجزاء بيرفع عرضيه للوكشو، لوكشو بيخش تك الجون الاول لانجلترا. وبعد الجون الاول لانجلترا ساوث جيت غلط غلطه عمره، حرفيا ساوث جيت غلط غلطه عمر. ايه غلطه عمر ساوث جيت؟ ان هو بعد ما سجل الهدف الاول ما ضغطش على ايطاليا. لو كان في ظل ارتباك الدفاع وفي ظل التوتر الايطالي وفي ظل الضغط الجماهيري، لو كنت ضغطت من اول 5 دقايق وضغطت ضغط عالي وحاولت تجيب جون تاني، كنت قدرت تجيب جون تاني وكنت خلصت الماتش. في ظل اللي انت اخترت الريسك الاكبر، اللي انت من اول 5 دقايق او تقريبا من اول المباراه وانت واقف في نص ملعبك، اللي انت بتلعب ميديوم بلوك بتقابل من نص ملعبك، ما بتحاولش تعمل اي مخاطره في الضغط العالي على مدافعين ايطاليا عشان تحاول تهدف. والفكره اللي انت بتلعب ماونت ليه بقى؟ قلت لك في اول هقول لك ليه لعب ماونت. هو لعب ماونت ما كانش وينج اقرب من هو يبقى ثالث في نص الملعب. ماونت يعني طول المباراه تقريبا هو بيلعب ثالث في نص الملعب جنب فيليبس وجنب رايس، لان بيساعدهم في الناحيه الدفاعيه مش بالضغط العالي. لو كان بيحاول كمان يعمل ضغط عالي كان بيحاول يعمل ضغط عالي بماونت وستيرلينج وهاري كين، لكن غير كده بتلاقي ماونت بينزل كثالث في نص الملعب، وبتلاقي الاثنين المهاجمين كين وستيرلينج بيضغطوا، والتشكيله تحول ل 5-3-2. تريبيير ولوكشو بيرجعوا وبيقفلوا ديك جدا، وكان انجلترا مستفزه، الدفاع مستفز، قافلين قفله شديده جدا، قافلين الاطراف، قافلين العمق، قافلين كل المنافس على ايطاليا. ايطاليا فضلت 45 دقيقه او 40 دقيقه بتحاول تجيب جون في ايطاليا في انجلترا طول الشوط الاول، ومقفوله مقفوله ضبه ومفتاح زي ما كتبت على تويتر وفيسبوك بين الشوطين، ان انجلترا قافلها ضبه ومفتاح، مفيش اي مجال. الخطوط ما بين الخطوط اللي المفروض بينزل فيها فراتي او بينزل فيها انسيني او بينزل فيها ايموبلي او بينزل فيها لعيبه ايطاليا عشان تستلم بين الخطوط وتحاول توصل الكره للمهاجمين، ده مش موجود. ليه؟ لان الدفاع الكومباكت اللي بيعمله انجلترا وساوث جيت والدفاع المحكم اللي بيعمله انجلترا مش مدي مساحه ما بين الخطوط علشان يدي فرصه لايطاليا ان تلعب بين الخطوط. ايطاليا كانت عشان تقدر تلعب الكوره كانت بتضطر ان تنزل انسيني وتنزل كيزا لحد نص ملعبها عشان يبتدوا ياخدوا الكوره ويبتدوا هم يبتدوا الهجمه. وكيزا بالمناسبه ما فاقش في المباراه وما قدرش يلعب باداء مميز جدا غير لما اتنقل ناحيه الشمال، لما ابتدى يبني ناحيه الشمال ويتعدل على رجله المعدوله اللي هي رجله اليمين يحط في البعيده. وخلص الاول بالمطلوب، خرجت ايطاليا او خرجت انجلترا الشوط الاول بالمطلوب ان انا اخرج 1-0 ونشوف الشوط الثاني ايه اللي هيحصل. الشوط الثاني انا توقعت ولولا لحظات ان ممكن انجلترا تنزل زي بدايه الشوط الاول، تنزل في بدايه الشوط الثاني تضغط على ايطاليا تحاول تسجل الجون الثاني وبعد كده خلاص تحافظ على الفوز وتاخد البطوله وتروح، ولكن ده انجلترا ما عملتهوش.
انجلترا مقفل دفاعاته كومباك كما هو الشوط الاول، مدي الحريه الكبيره جدا لايطاليا على الاستحواذ وتحضير اللعب، يحضروا اللعب بكل اريحيه. فيراتي بينزل يستلم منهم مره، جورجينيو ينزل يستلم منهم مره، مره انسيني ينزل نص الملعب، مره كيزي ينزل نص الملعب، مرات عديده او مرات قليله جدا لعيبه ايطاليا بتحاول تخلق مساحه ما بين الخطوط عشان تحاول تلعب فيها. كان جدار حرفيا، ساوث جيت كان عامل جدار انجليزي. ولكن بعد بدايه او بعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني، إيطاليا بتقدر تهدف من كورة كيزا بيعمل كل حاجة فيها وبيسدد، تطلع كورنر تترفع تخبيط تخش فيراتي تنزل بنوتشي 1-1. وبعد ال1-1 ده كان المفروض ساوث جيت، أنت بتلعب في ويمبلي فرصة مش هتجيلك تاني، فرصة مش هتجيلك تاني، تلعب بطولة على أرضك أو تلعب تقريبا معظم ماتشاتك في ويمبلي بملعب متقفل بجمهور وراك بالصحافة وراك بكل حاجة بتساندك، وتوصل نهائي بعد 55 سنة من سنة 66 في الفاينل بتاع نهائي كأس العالم، بتوصل المرة دي نهائي وكل العوامل مؤشرة إن أنت تاخد اللقب، ولكن بتأليفة أو لكن بجبن من ساوث جيت، أحب أسميها جبن، اللي انت معاك كل العوامل اللي انت تضغط على ايطاليا وتضغط على دفاع ايطاليا وتسجل في ايطاليا جون واثنين وثلاثه وتتخلى عن كل الاسلحه بتاعتك الهجوميه وتضطر اللي انت تفكر اللي انت تدافع بيهم، ده شيء عبس. ساوث جيت عمل عبس. وحتى تغييراتك مش بتدي الافضليه لفريقك، انت بتخلص تقريبا مركز، بتطلع رايس بتنزل هندرسون، بتطلع ماونت بتنزل جريليش او بتنزل ساكا، مركز بمركز ما بتعملش مخاطره، مش بتعملش ريسك، بتلعب فاينل اعمل ريسك. وبعد الجون الثاني حاول تشكيله رجعها ثاني ل 4-2-3-1، خرج تريبيير ونزل ساكا ودخل ماونت كصانع العاب ولعب بساكا ناحيه اليمين وستيرلينج ناحيه الشمال والثنائي الهجومي والتشكيله جت ثاني 4 ورا مش 3 ورا. وبعد كده التغييرات بتاعتك بقى طلعت ماونت ونزلت جريليش، بعد كده طلعت رايس ونزلت هندرسون، بعد كده وصلت لوقت اضافي، بعد الوقت الاضافي والفكره اللي انا قاعد متجنن وانا بفرج على الماتش، ان ايطاليا الناحيه الثانيه ما عندهاش تبذ اللي تنزل لك من على الدكه وتلعبك زي وتجريك في ارض الملعب. انت عندك بره على الدكه هندرسون، راشفورد، سانشو، جريليش، عندك كل العوامل اللي هي تؤهلك اللي انت تكسب المباراه وتضغط وتجيب اهداف. لكن النهارده بقى بتقلب بقى، انا اخرج النهارده كين من بره منطقه الجزاء اخليه ينزل بقى يلعب الدور الدي بروين، ان انا اخليه يستلم كوره ويبتدي يوزع على الاطراف. ما قتاش باي حاجه، ما عملكش اي حاجه في المباراه. عكس الناحيه الثانيه مانشيني ابتدى يفكر ان هو لا، الدنيا مقفوله قدامي، انا ممكن اعمل حاجه ثانيه، اخرج الموبلي وانزل بيراردي واودي كيزا ناحيه الشمال واودي بيراردي ناحيه اليمين وما العبش بمهاجم او العب بينسيني. انت لما كنت بتلعب بمهاجم صريح، هو موبلي زي ما حفيظ زهرات كده كان بيتكلم ان هم اللعيبه بتاعت انجلترا بقت تبدل عليه، شويه ماجواري يمسكه، شويه ستونز يمسكه، شويه ووكر يمسكه، مهاجم صريح عارفين ان هو بيمسكه مين. ولكن لما غير ونزل خرج موبلي ونزل بيراردي ومبقاش بيلعب مهاجم، بقى فيه حركه في هجوم ايطاليا، بقى ايطاليا تتحرك كتير من غير كوره، بتحاول تخلق مساحه عشان تضغط على لعيبه انجلترا وتحاول تسجل. لكن الناحيه الثانيه ساوث جيت، انا هحافظ اقف نص ملعبي تمام جدا، انا الحمد لله وصلنا وقت اضافي، هفضل برده محافظ، هفضل مدافع. جيت خلاص في الدقيقه 119 ولا 118 ابتدي انزل لعيبتي اللي تلعب ضربات جزاء، والمفاجاه ان انت بتلاقي اللعيبه اللي بينزلوا من على الدكه عشان تلعب ضربات جزاء هم راشفورد وسانشو. راشفورد اللي من بدايه البطوله ما بياخدش 10 دقايق على بعضه ولا بياخد شوط على بعضه، وسانشو اللي ما لعبش غير مباراه واحده اللي هي مباراه اوكرانيا وبعد كده ما شمهاش، بتنزلهم في نهائي اليورو، النهائي التاريخي ليك، نهائي الحلم، نهائي اتس كامينج هوم، نهائي اللي كل انجلترا بتحلم بيه. النهارده بتنزل سانشو وراشفورد عشان يلعبوا ضربات جزاء، وبتخرج مين من الملعب؟ بتخرج ووكر، بتخرج هندرسون، اللعيبه اللي ممكن تكون خبرتها اعلى من الاثنين دول ممكن يخشوا يشوطوا ضربات جزاء كويسه، ولكن بتخرجه وبتوصل لضربات جزاء. وايطاليا عملت ليها عايزاها توصل لضربات جزاء، وكوره كليني لازم كتبت برده قبل ضربات الجزاء ان هي دي كوره البطوله، ان كليني لما ساكا حاول يخطفه ويجري منه شده وخد فاول عادي ياخد انذار مش مهم، بس ما حدش يروح يجيب فينا جول. وصلوا ضربات ترجيح، ضربات ترجيح ماراثونيه، بيكفورد عمل كل اللي عليه في مباراه النهارده، ضربات جزاء وصده وكرات في المباراه وصده وعمل كل حاجه، هو من وجهه نظري من افضل حراس البطوله، هو دوناروما الاثنين يتقاسموا في ان هم افضل حراس في البطوله. وصار ضربات جزاء يخش بيراردي يسجل،
يخش هاري كين يسجل، يخش بيلوتي اللاعب السيء جدا، اللاعب اللي ما قدمش اي حاجه في البطوله يخش يشوط ضربه جزاء سيئه، وبيكفورد يصد، يخش ماجواير يسجل، بعد كده بيخش برناردسكي يسجل، بعد كده بيخش راشفورد يضيع، جورجينيو يضيع، سانشو يضيع، 3-2 اخر بطوله، اخر كوره، لو الكوره دي ضاعت ساكا داخل، كوره ضاعت ايطاليا بطل، الكوره دخلت لسه في تاني، ساكا بيخش يضيع وساكا مش عليه حرج، الحرج على ساوث جيت، ساوث جيت اللي فيه لاعبين خبره اكتر من ساكا في ارض الملعب، ما دخلش شوت، جريليش ازاي ما يخش شوت، ازاي تطلع هندرسون الملعب وما يخش شوت، عبس 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 ساوث جيت، مره يوصل سيمي فاينل نهائي كاس عالم وبرعونة قدام كرواتيا وما يصعدش نهائي كاس عالم، المره دي بيوصل نهائي ولكن بيخسر، هارد لك لكل عشان انجلترا في الوطن العربي، انجلترا عملت بطوله كبيره ولكن غباء ساوث جيت في الفاينل، اتى ان مانشيني بعد طول انتظاره من سنه 68 ايطاليا بترجع لمنصات التتويج في اليورو وبتاخد اليورو بعد اداء كبير، وبعد يورو خرج من سيمي فاينال 2016 وما صعدش كاس عالم 2018، بيعود في يورو 2020 وبياخد اللقب وبيحرز يورو 2020. كو مبروك لكل جمهور ايطاليا، كل جمهور الاتزوري في الوطن العربي والشرق الاوسط، مبروك ليا، انا كنت بشجع ايطاليا بكل قلب في مباراه النهارده، هارد لك لكل جمهور انجلترا وهارد لك للاعبين كتير في انجلترا، كان مستحق البطوله بصراحه، بطوله كبيره، بطوله ماراثونيه، كانت ممتعه جدا جدا جدا. في الاول والاخر ده كان راي شخص واحد، هو رايي انا في نهائي اليورو، قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعك، قول لي رايك كمان، هل البطوله كانت كويسه ولا كانت وحشه من وجهه نظرك؟ ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك، اول مره تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقه تيجي لك اول باول، طبعا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، نشط جدا انك تنزل تتابعوني، وامشي على فيسبوك، ريتويت على تويتر، وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.